بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. هقدم سلطة الزبادي، وطبعا هي سلطة على بساطتها بس بيها ملاحظات. أول شغلة إنه اللبن نختاره لبن زبادي ثخين، هيك مو بماي، مو نوعية خفيفة، نوعية يعني ثخين. وأني هنا شلت هاي الطبقة السر على السطح، ما أحتاجها بهاي الوصفة. الشغلة الثانية انه الخيار احنا ما نريده هم يعني يذب عصارته، وبنفس الوقت ما اريد يعني اتخلص من المي اللي بيه، فنفرمه بالجهة الخشنة من المبراشة، يعني حتى اذا صار نزل مي يكون كمية قليلة. بالنسبة للمكونات، وطبعا المكون الاساسية الزبادي والخيار. المكونات الثانية عندنا هنا ملح كمية بسيطة، وفص ثوم حسب الرغبة، وهنا عندي نعناع جاف هم يعني نسبة بسيطة، يعني ما قد يأثر على الطعم، وفلفل أسود. زيت الزيتون ضروري، بس هاي الفلفل الأسود هاي اختياري هم يعني. هسه راح نفرغ المكونات بالكاسة الأكبر، وطبعا احنا على مود التصوير احب اقدمه بافضل صورة مرتبة، بس بالنسبة لربة البيت لا تشيلها من انه جلي الصحون، تقدر بكاسة واحدة كل المحتويات تخليها مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه راح ننزل اللبن كله، يعني سلطة طيبة هذه. هاي الخيار اتاكد ما اخذ المي بيه، هو ما منزل يعني بالمبراشة الجهة الخشنة. شوفوا ماكو مي، طبعا الخيار تحبون بالقشور او بدون قشور هاي براحتكم. راح اضيف المكونات هذه كلها دفعة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت الزيتون. راح اخلطها كل الزين. و اصبها طبق التقديم، ازينها ان شاء الله تشوفوها.